والله اعلم. وضع الميت في تابوت احيانا لضروره، لانه كان غريق او كان تنتن جسمه او شيء، اذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد الى بلاد يوضع في القبر لا باس، ولكن يدفن في القبر تابوته ولا يخرج منه؟ اذا كان يخشى منه لا يخرج، لكن انت ان يضره لو اخرجوه، واما اذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم. غير الله، لكن اذا كان مخيف يعني مضى عليه وقت انه اخرجوه لا اذى الناس وشق عليهم ريحه يدفن في تابوته. يكفي هذا. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل.